وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، وحن بلاوين أرضي ما دني التربية الإسلامية كلاس كتطبات أي نوس السعودي أي نسيوضنا بإذن الله تعالى معلق ومع عبد الرحمن. وحن ما أنت بلاوين 10 كين اللي هو 10 أصول وكور رمي وحل الله يلاحظه الوحدة الثامنة السيرضة وحدة سديدات السيرضة عين بلابينا وتوكا ويا 10 كوبات عين نسكب بلابينا وقت قاعد النوير ويا الدرس الأول وحا وكور رمي سيرة مركا نشي قود سيرة مرات راع النبي عليه الصلاة والسلام مرات راعي تاريخ الإسلام كا قال النبي أيه وحي كو تعلقا حليل كلا له هيا لا إله إلا السيرة وطبعا قال مركا قفكيو تاريخ دي سي أما نلوشي سا لدبقلي هيا السيرة لا إله إلا ومن السير بي كتمي صعد كي كتمي بمعنى إن قفكي لدبقلو وراد كيس الله قرو أيا لا إله إلا مركا وراد راع صومالي هان أي نور دوين كنا درس الكوبا ضحى كوار ربيع درس الأول درس الكوبا ضحى كوار ربيع قسوات الرسول قسوات الرسول صلى الله عليه وسلم تقال الذي يدلان كي النبي عليه الصلاة والسلام رسول كي الله صلى الله عليه وسلم غسوات وجمع غزوة جمع غزوة أي الله يا غسوات كوار ربيع ووضرتي الرسول رسول كإله دجا الذي سي يدو لما الذي سي وقري حلو النورا مينتو النورا صلى الله عليه وسلم أيام بلابين إلى صار تعددت آد بو فربضتي تعددت آد بو فربضتي غسوات الرسول دجا الذي النبي وقري محمد محمدها رسول كيني محمدها صلى الله عليه وسلم صلى الله إلهيها أمان عليه سبه وسلمه النبي قليه سداس إن الله يلعب أقوى ونكسن سان كرا والله أوران كرا نحريس إن بتقولي كركي ساعات تانا والله أوران كرا لكن تا أورا كسي ونكسن حتى إلا يبلغت أي قاردي دقا الله ذي وياني بلغت أي قاردي حتى بلغت إلا أي قاردي ما يقارب وح أدو ما أدو أقود الدوال سديد يلا باتن 28 غزوة سديد يلا باتن دقا ولكل غسوة حتى بدا قال كستانا أسبابها سبب أيولها سبب كان ستا أيولها بلا سبب لما دوليني سبب يا هدف يا يوم لقلي هاي أيا الله ويا إن وحوا هل كان كالقلي تعريفك كلمة الغسوة هي وصرية لبدأ كلمة دوت بالنوقة يحيا تعريف الغسوة تقالك قيحادي سب معنى كلمة دا الغسوة قيحادي دا إيا وصرية صرية وحالة إلى هذا النبري وإيا الغسوة غسوة وحالة إلى هذا هي كل حرب وطقال كستا أو حضرها الرسول ورسول كإلهي قوب شوق وها والنبي طقال لما بيكرني كان تو ويسمونا دقال كتيري صلى الله إلهي أمان عليه سقى وسلمه النبي كلي الصرية صرية نوام حيطلو هي وحوية كل حرب ودقال كس دقال كستا وحرب يغس واسكو معنا هي كل حرب ودقال كستا ولم يحضرها الرسول لم يحضرها الرسول رسولك إلهي أنو قوب جوغ هين صلى الله عليه وسلم دقال كستو النبي قوب أنو قوب جوغ هين بالا إلى هذا محال إلى هذا السرية أيا إلى هذا هذا بقى أسبابتي أيا لنوشي غيا أسبابتي كيني سببتي وقويني ee horta markii ugu horeysay ba fasaxday in la dagaalamo oo intii hore Nabi kaleey salaatu wasalaam soo saaridiisi ee Nabi laga dhigay yaani 20 sano ee waxa uu jeeday 40 sano laga bilaabo ilaa waxa weeyaan ee xilligii uu hijrooday Madiina ee Madiina muddo uu joogay waxa weeyaan iyo intuu Makkah joogay ba dagaalamo faray laakiin Madiina markii uu tagay ee uu تي دغالكي يا ود ويا شي نبي عليه الصلاه والسلام ايالا
واي أركا إنتي وشوغي النبي عليه الصلاة والسلام ما كا إلا قد ديبا إيه صحابة جي سلا ديبا إيه إيه ديباتوين كفرها بدن اللي قارسي إيه النبي عليه الصلاة والسلام قا عمكور موقادين لما نفرين إنو تقالمون ودي أودنا ومولا هاين وحويا وح ما قرانا يساوش كا عابيو قال هذا عدد يعد عدة طورة مولا هاين النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يلا فري إني صبران سقيا صحابتي كوبنا إلا نولا ولذلك هي حكمة صح ده تاعي انت انا وقفك اول لحين انه عدو قيس يسكو سو تشيدي عدو قاعد قاعد يسكو سو تشيدي سيد كهلا يمر يبان لها كوا غلط نقفك عدو قيس مركو كحو كرون يهي اللي جت وين يهي اللي جا كعن وين يهي انه عدو قيس وقوتشيا امبا وح ويان وفرفريو امبا وح ويان طان طان صدو مو ناقصنا وان قفك تاتك يا عقليا سي مسكحيه راهو شقيه دي واحد وين وحده ويستقفك أما واحد وين عدو ويسا وسدوس كجد علا فلو بيدا وقال لكن وان تورا يا وقول جي كان هوست كسر قال يا سو قول قال لك هذا باي من ماي واحد مطر مركا تقال هذا خارك هذا المسلمين توضان حل كان أما ضد كشيء كان يا سلام وآخر هذا بدم بيكون شيء جهاد الله مثل ما مكر ويا هي إن هذا بس سبب تيجوا ينيد إيه واحد وين تقال كلا قب بالعوين ayaa halkan laga galaya al asbaab asbaabihi ugu waaweynaa amba asbaab inuu ilaabay hayda sababtii koobaad ee lagu faray ayaa la inoo sheegay halka adina allah ilaahi wuxuu faray lil muhaajiriina saxaabadii soo hijrooday soo qaxay ee maka ka tagay madiina tagay ee nabiga la qaxay bi qitaali mushriki quraish bi qitaali ila la dagaalamaan mushriki quraish mushrikiinta quraish ee ila dagaalamaan ayaa la faray وياه بعد أنا بعد أن أخرجوهم إنتي لقى سارة كذب إياها من ديارهم قريه وجيتي وما كأها بغير حق حق ترى لقى سارة ولا جح رونا ولا جا وض رونا ولا جا تاتك بنا ولا جا عدد يعد بنا طب ده تو ودن كودي بروح وصاب حين قال دي والله فري مركا مركي مدينة إتجين يحودي حوج استين الدولة دي السنتين الدولة دي واحد ويان استراتيجية دي وده يدبت بقى أي حاجة تسي أي اللي دي كوبها ولو كان تريدو ده هوا يراتو كريدو ده مرنا بوم يديك ما يصير إنه أجان تونو تريدو ده مرنا بس ما قاري كرتو قال هذا مرنا تريدو ده مرنا ما قاري كرا حد أنا ده هو يكلا فرصة ما بدان تاني مركا عاد وح كم ده هيسيد أودي وح كلا أنت كلا كوه أرسلنا إلى هاي بالطلا صار رسا لكن أنا نيجو وحبه يسنين هب وين شوية يرد على حان عن كهر جي اسمه خبر يا اسمه خبر يا وعي نندي على هذا استعمال يا يانو جرجر يا من تعلم كرنا ما تعلم كرنا وهنا المركع وديسي يا ودي وحوي يا عن كهر تجلها وح كم إذا عن حيو ترى دي وح كم إذا عن حيو ودي نوح كم إذا عن حياته وعي وحيري مشركي قريش مشركين تي قريشات ayaa waxa weeyaan ayaa la faray inay la dagaalamaan muhaajiriintu bacda aan akhrajuuhu markay ka saareen gaaladii min diyaarihim guryahoogii bigayri xaqin xaq darro wa misaaq dalika arrinka waxa dhabaynaya amba run ka dhigaya qowluhu tacaala hadalka ilaahay yidhi udina ayadanaba sababtii koobaad ee ku dagaalameen tan ahayd udina waxa la faray liladiina kuwii waxa la faray ومؤمنين تي يعني وحويان مهاجرين تي صحابتي وياني هي يقاتلون الى لطق على مان قال دي وايو بانهم يجوا بسبب انهم يجوا ظلموا ولا تلمي ظلمي قال تلمي تردي تينا اسكا دعيان رقي وما دام هو امك عدد يعتبر هلين يا وطن قاره وايو مامور ايام وين لطق على مان وان الله هدى الهي على نصرهم وحويا يعني إنه هيليا لقدير إلهي وأودا وإن الله إلهنا على نصرهم إنه هيليا يجا لقدير وأودا الذين كوي ويا كوا تجعلما يلو فري لا فري إن لا تجعلما قال هذا أما كوا لا دبوا الذين وكوي أخرجوا لقصة صار من ديارهم كريه وما كت في غير حق حق ترى لقصة صار حال لقصة صار إلا أن يقولوا إن إلهي ربنا الله إلهي ورب جيو الله يو الله يو ربك يا ربك يا انت اسمع لك يا ساره واحد قريه هوجي يا داره هوجي
udina markaa waa la faray, waa loo idmay. Oo markii hore waxaa taallay, dee waxaa taallay kufu aydiyakum aqimu salaah, gacmihiina laabta muslimiina ee awood ma lihidiine, waxa weyaan salaadiina tukada sabra ayaa taallay. Imankana waxaa taallaa udina, oo aayaddaasaa markaa aayaddaa hore ka dambeysay. Udina waxaa loo faray liladiina kuwii yuqaataluuna inay la dagaalamaan kuwii biannahum iyagu bisabab annahum iyagu muuminiintu dulimuu waa la dulmiyey, maadaama oo la dulmiyey dagaalkii maanta laga bilaabo waa loo idmay. Wa ina allaha ilaahayna calaa nasrihim inuu hiiliyo iyaga la qadiirun waa mid awoodaya. Alladiina waa kuwii kuwaa loo idmay waa muhaajiriintii saxaabadiiye ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooga bikayri xaqin xaq darro ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen unbaa lagaga saaray rabbuna allah rabbuna rabbuna allah allahaye waa allahaye inay yidhaahdeen daraaddeed ayaa lagaga saaray guryahoogii iyo dhulkoodii. Waa lagu yaqaanaa caadada gaalada inay markaa muslimiinta markii ka xoog roon yihiin wadanadoodii iyo dhulkooga ay ka saaraan sida imankaba jirta waayahay. Halkan waxaynu ka galaynaa ciwaan hoosaad yaroo kale uu leeyahay cadadulghazawaati, tirada waxa weeyaan dagaaladu intay leekaayeen. Balaqa way gaadhay cadadulghazawaati, tirada dagaalka. Balaqa way gaadhay cadadulghazawaati, tirada dagaalada allatii kuwaasoo qaadaha rasuul rasuulka ilaahay hogaaminayay waxay gaadhay sallallahu calayhi wasallam 28 ghaswa, 28 dagaal bay gaadhay. Kaana min dimnihaa waxaa ka mid ahaa 28-ka dagaal waxaa ku dhex jiray 9 ghaswaatin, 9 dagaaloo daara uu dhex maray fiiha dagaalka dhexdiisa qitaalo raggu jilbaha istareeno 9 dagaal waxa weeyaan raggu waxa weeyaan waa la kala calaf qaaday oo raggu jilbaha iyo istareeno halkaa waxa ka dhacay dagaalkii halkaa ka dhacay haddaad arki lahayd dee waxa weeyaan waxaad arki lahayd arrin weyn baad arki lahayd dagaallo aada u qiimo badan baa halkaa ka dhacay. Walbaaqi haddaba 9, 28-kii waa markaa 9 ka jar waxaa ku saaray 19 kale. Walbaaqi 19-ka kale soo hadhayna xuqiqa waa la dhabeeyey ahdaafuhu amba xuqiqa wuu dhaboobay dhe ahdaafuhu ujeedooyinkii loo soo baxay loo dagaalamayay duuna qitaalin isagoo wax ragiisa arkin. Maxaa halkaa dhacay markaa? Waxa dhacay saxaabadii soo diyaar garoobay ee doonaya inay dagaalamaan gaaladii markay arkeen kabaay ka yaaceen oo waxa weeyaan حوالي دبادي القربي غير سكراف. ومن ضمنها دبا ومن ضمن هذه الغسوات تقال هذا واحد كم لها تقال هذا واحد كل حجري ومن ضمن هذه الغسوات تقال هذا لحدودة خرج الرسول رسولك مركز تيدي الله تنكن تقال واحد كل حجري خرج الرسول رسولك إلى هاي بحي محمد بن عبد الله أها إلى 7 غسوات 7 غسوات وينغس تطبق تقال أيوب بحي oo calima uu ogaaday nebigu musbaqan ka hor ana alcaduwa cadowgi fiiha yani dagaalka dhexdiisa qad dabara inay dabareen cudwaanan yani shirqool amba inay gaadaan calal muslimiina muslimiinta ayuu nebigu ogaaday kadibna nebigii baa ka horreeyey oo ka gacan horreeyey. Marka taatikada dagaalku kulley inta faraha badan leh dee waa khiyaamu ku dhisan yahay. Marka nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama oo ayagu dagaal ku soo wadaanay islahaayeen adkaataan oo nimankii waxa weeyaan iska baraadla aad dee waxa weeyaan qaqabataan amba adlaysaan ayuu nebigu ogaaday 7 dagaal buu markaa ka horreeyey uu ka gacan horreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isagu waxa weeyaan horreeyey. Kaana min dimnihaa dagaalada gudahooga kaana min dimnihaa dagaalada waxa ku jiray 9 qasawaad oo daara fiiha u dhex maray qitaalu dagaal walbaaqiinta soo hadhayna xuqiqa waa la dhabeeyey amba dhab ayuu noqday. Maxay ahdaafuhu ujeedooyinkii loo dagaalamayo duuna qitaalin iyadoo wax ragi saarkin. Min dimni hadii lqasawaati dagaalada waxaa ku dhex jiray haddana 8-ka ama 8-ka waxaa ku dhex jiray hee inuu kharaja inuu rasuul rasuulka ilaahay inuu baxay maxamed ibn cabdillaahi ahaa maxamed ibn cabdillaahi oo rasuulka ilaahay ahaa ilaa 7 qasawaatin 7 dagaal buu baxay oo calima uu ogaaday musbaqan hore amba uu si sira u ogaaday ana alcaduwa cadowgii fiiha yacni dagaalada qad dabaray inuu dabaray oo ay doonayaan cudwaanan cala muslimiin muslimiinta inay gaadaan. Waayo istamarat tilqasawaatu dagaaladii saasay ku socdeen 8 sanawaatin 8 sano ayay socoteen min sana 2-9 hijir yacni sanadii 2-9 dagaaladu saasay ku socdeen hijriga hada hijriya ayuu jeedaa fi sana thaniya lilhijra xadatha akbaru cadad baa dhacay dagaaladii ugu waaweynaa amba ugu tirada badnaa waayahay
استمرت waa la joogteeyey amba way socotay alqasawaatu dagaaladii 8 sanawaatin 8 sano oo min asana athaaniya ilaa sana taasica alhijiriya ama lilhijiriya sanadii labaad laga soo bilaabo ee hijiriyada nebigu maka waxa weeyaanu deganaa ilaa sanadii 9aad ee dagaaladu way socdeen fi sana thaaniya bay bilaabeen marka lilhijiriya xadatha waxa dhacay isla sanadka labaad akbara akbaru wixii tii ugu weynaa shaygii ugu weynaa amba kuwii ugu badnaa ee cadadu min alqasawaat dagaaladii ugu badnaa ee ugu waaweynaa baa dhacay sanadii labaad xaysu balaqat halkaasoo ay gaadhay sanada xaysu balaqat halkaasoo ay gaadhay yacni sanadka gudihiisa 8 qasawaatin 8 dagaal baa dhacay isla sanad gudahood balaqa wuxuu gaadhay cadadul bucuusi dadkii gaarka ahaa ee nebigu diray iyo wasaraaya saraayaagii gaarka ahaa ee uu diray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay gaadheen isla sanada gudaheeda 38 maa bayna bicsa wasariya waxay ka koobnaayeen amba dagaalada halka xilligaa dhacay ama sanadkaa dhacay u dhexeeya yacni dagaalo iyo waxa weeyaan sariyooyin bicsadu waa dad gaara iyo sariya way isku macno dhow yihiin labadaas marka waa dagaalada aanu nebigu inta badan ka qayb gelin sidayn hore u soo marnay sariyadu waxay tahay waayahay halkan wuxuu ka gelayaa markaa mulakhasu ghaswaat rasuul yacni dagaaladii nebigu calayhi salaatu wasalaam galay ayaa jadwalkaa laynooga dhigaya marka halka hore miimkaasi waa raqamka halkana waa ismu lghaswa dagaalka magaciisa halkana waa taariikhdu dhacay halkaasna waa makaanu xuduusi halku ka dhacay ayaa layna baraya jadwalka isagana ha laysku dayo in la xifdiyo oo inta ugu muhiimsan dusha ha laga qabto بإذن الله تعالى مولانا يا عرضك تصلى عن حلوران كرا إن وحويا دقالات يقول رأي ودان الأبواء وحويا صفر بيش الله إلا هذا اللي بدي يديه جريا دا يو دعي إن صفر اللي بدي يديه جريا دا يو دعي ماشاء الله إلا ودان مكنا ساسا وحفتيه سامرك وايا وحينا هلكا كدلينا مركا سؤالها أيين هلكا كدلينا التدريبات أجيب واحد كتوابتا عما ياتي سؤالان سو سعدا كجواب عرف أرض يو قيح الغسوة غسوة واحد لو جيد يو الصرية صرية واحد لو جيد لبا ضابوا قيح حسا لبا كم عدد الغسوات النبي صلى الله عليه وسلم تقال لدي النبي إمساء يو قلي إمساء يهاي هاي تيركون لبا صدح اذكر واحد شيك تدليل الآية لمشروعية الجهات جهاتك إنه مشروع يهي لا قيام صاع وصعون يو أما إن مسلمين تلو بني يحلقي yacni ay dhibanaayeen wixii ka dambeeyey aayadda sheegaysa markaa laynoo sheegay inuu taaliy waaye afar maa sababu lkhasawaat maxaa u sabab ahaa ama sababta ugu weyn maxay ahayd waaye haati kan bacdan qaar ka mid ah min khasawaati rasuuli dagaalada rasuulku dagaalamo waaye toddoba lix baan u jeedaa udkur waxaad sheegtaa ardayow alkhasawaati dagaalada allatii kuwaasoo xadatha dhacay fiihaa dhexdooda alqitaalu qitaalo dhacay ee dee raggu ay jilbaha istareen ayaad sheegaysa halkana akmil alkhaali bima yunaasibuhu waa jadwalkii ayaa lagaaga booday qaarkood magacaa laga booday qaarkood taariikhda laga booday qaarkood makaan xuduus baa laga booday oo kan imika tusaale ahaan taariikhdii baa laga booday way taariikhdii ayaa laga booday kanoo kalena waxaa laga booday ismu lghaswa magacii dagaalkaa laga booday saasaad usii wadaysaa markaa iyagana jadwalkaa waad buuxinaysaa wa ilaa hunaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.